تعميرات متبادلة خلف المدافع خطيرة ممكن في المرمى جول 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 ويا محل الهدف والسرور لمحمد ربيع سرور ينجح معه في إدخال الفرح والسرور لجماهير كرة القدم السورية. الله الله أخيرا مع مساعدة سلام رنجان وضع الكرة في المرمى يعلن عن تقدم نصور قسيان بأول أهداف المباراة 1-0 للمنتخب السوري أخيرا. نعم قال نعم أشر فارس أرناؤوط لموتدي لا تقلق يا موتدي سنعود من جديد سنسجل سنفرح سويا بإذن الله. على التنفيذ المرمور لاعب تشريك يلعب الكرة على القائم البعيد بالرأس ممكن جول 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 شباك في شلكين يؤمن الثلاث نقاط لصالح نصور قاسيون في الدقيقة 89 من زمن هذه المواجهة. نعم محمد فارس يطري من فوق الجميع يأتي من الخلف سدد شكر للمولى ما هدف ثاني لنصور قاسيون يفرح الأمر.